أهلا ومرحبا بكم، معكم محمد عباس الباشا. يخوض نادي الهلال السعودي عددا من التجارب الإعدادية في إطار برنامجه الخاص بفترة توقف الدوري، والذي توقفت منافساته عند الدورة 19 لغاية خوض المنتخب السعودي لمنافسات بطولة كأس آسيا 2023 المقامة بالدوحة. يتجمع أعضاء فريق الهلال في منتصف يناير الجاري بنهاية الإجازة الممنوحة لهم منذ مطلع الشهر، ووفقا للموقع الرسمي لنادي الهلال فإن الفريق سيلتقي في 20 من يناير نادي الشعلة في افتتاح مبارياته الودية، ثم يباري في 24 من يناير نادي الأهلي البحريني، تعقبها مباراة الفريق ضد إنتر ميامي في 29 من يناير. في 3 من فبراير تقام ودية الهلال والغرافة، ثم يلتقي الهلال بغريمه النصر في 8 من فبراير 2024 ضمن منافسات كأس موسم الرياض. اشترك بالقناة لمتابعة أخبار الكرة السعودية.